ظبطنا ومعانا كابتن طارق الغنام المدير الاداري للفريق. يعني الكابتن طارق بنرحب بيك في البدايه، مجهود اكثر من رائع قايم بيه مع الفريق، واعتقد كمان قربك من اللعيبه وبتلمهم على طول حواليك عامل دور كبير جدا مع الفريق خاصه في الظروف الصعبه دي. الحمد لله. اولا بمسي على الاستوديو الجميل كابتن سلاوي وكابتن عماد وكابتن ايسم، بقول الحمد لله. طبعا يعني اي حد ليه دور بيعمله صراحه على اكمل وجه، واحنا الحمد لله ربع مننا ربنا. يعني انا برضه اعتبر زي ما حضرتك بتقول كده قربي اللعيبه، ده هم هيعتبروا يعني اخواتي الصغيرين قبل ما بقى لعبت معاهم، فهم عارفين وكله مصدق ان شاء الله في الفوز وباذن الله رب العالمين. رغم النقص العادي طبعا مش عايز اتكلم فيه كتير عشان احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم في الكلام ده، بس هي ظروف البلد وان شاء الله خير باذن الله ونكمل على كده باذن الله رب العالمين. كابتن طارق انا اعتقد دوركم باين جدا في الفتره الاخيره، يعني غير كمان الدور الفني والاداء الفني في الملعب، دوركم انكم تلوموا اللعيبه في الظروف الصعبه دي وغياب اكثر من نجم الفريق اعتقد باين جدا في مباراه دور النهائي قبل النهائي وان شاء الله يبان اكثر في النهائي كمان. بص، هو انا مش عايز اتكلم في الحته دي كتير، يعني هو المفروض انت بتشتغل جوه النادي الاهلي فاكيد اي اللي بيطلب منك بتعمله وبيبقى اكتر من اللي بيطلب منك كمان، فما بشتش، مش هقول ان ده دور، هو انت ده شغلك وده تركيزك وبتحاول توصل يعني مش عايز اقول احسن وضع واحسن، هو الاحسن يعني فورمه، اللعيبه مركزه ودي اهم حاجه، احنا نساعدهم على القصه دي دايما. يعني انت شفت اول بعد الماتش، هو يمكن رغم الماتش النهارده مش فارق، بس لا هم شايفين انه ما ينفعش يحصل زي ما حصل الماتش اللي قبل كده. يمكن احنا كنا عندنا ناس لسه بترجع من الاصابه، يعني الجمال ومهيب ومودي وعندنا كتير غير غياب عمرو وايهاب طبعا، فهم عاملين اللي عليهم واحنا كلنا مركزين ان شاء الله باذن الله. ودور كابتن اشرف وكابتن سيد وكابتن احمد الجرحي والجهاز الاداري والجهاز الصراحه الطبي واللعيبه ان شاء الله كله مركز ومتعاهد وربنا يسهل باذن الله باذن الله رب العالمين. كابتن يعني اول ما المباراه خلصت في جلسه جماعتكم في الملعب على طول في عقب انتهاء المباراه، يعني احكي لنا بقى قلتوا فيها ايه اللعيبه كنتوا بتعهدوا عليه؟ يعني بنتكلم ان طبعا يعني احنا خلاص هانت كلها خطوه باذن الله، اي نعم خطوه مش سهله خالص، بس اللعيبه نقنع احنا لازم تصدق في المكسب ونقتنع ان احنا ان شاء الله باذن الله اي حد مكان اي حد، هي دي دايما مميزات الفرق الكبيره ولازم يبقى فيها اختبارات وامتحانات، وهنا يظهر المعدن وتشوف مين اللي دوره مؤثر ومين اللي عارف هيعوض غياب مين، وان شاء الله هم كلهم رجاله وقدها باذن الله رب العالمين. يعني اخيرا يا كابتن طمنا بقى على الغيابات بعيدا عن كورونا، يعني النهارده مودي الجرحي او مودي الصغير ما شاركش النهارده، طمنا على الاصابات وبقيه اللاعبين حالتهم عامله ازاي قبل المباراه؟ لا مودي بسيطه ان شاء الله، حاجه بسيطه كده، رجل لفت الماتش فات على خفيف، فكابتن اشرف يعني قال لي رايح النهارده احسن. عندنا الغيابات عمرو وإيهاب، إن شاء الله نعمل مسحة بكرة ربنا يكرم، وبإذن الله ربنا يكرم وتطلع سلبية، وإن شاء الله لو في نصيب يلحقونا بإذن الله رب العالمين. يعني شكرا كابتن وبالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا.